التنظيمات المتشددة والمدعومة علنا. هذه الأرض نجدد العهد لهم أننا لن نبيع ولن نساوم على دمائهم، بل سنستمر في عملنا لتحقيق ما نصبه إليه، سوريا موحدة إلى جانب المرأة التي انتفضت وتحررت من قيود الظلام التي أرادوها لها بشجرها وبخيراتها. أي إرهاب وأنتم من دخلتم وقتلتم وهجرتم آلاف العائلات التي كانت تعيش بسلام كمناطق رأس العين وتل أبيض، ونهبتم خيرات بلادها، وها أنتم اليوم بطائراتكم تقصفون منازل مدنيين في كوباني وتقتلون نساء وأطفال تحت غاياتكم، ويحاول أيضا أن يعيد ماضي أجداده العثمانيين باغتصاب أراضي دخول مناطق آمنة بغير حق وبشكل غير شرعي. وسرقة واستهداف المرأة.